ازيكم يا ابو وليد؟ برج الجوزاء يا رب تكون بخير. توقعات برج الجوزاء ليوم الاثنين 26 سبتمبر ايلول 2022. توقعات النهارده يا جوزاء: العشرية الأولى مواليد 21 مايو ل 31 مايو. انت النهارده لازم تستغل الموقف لصالحك بشكل واضح. انت مفعم بحيوية كبيرة، هتتمكن من انك تتعامل مع كل الموضوعات المهمة. هيساعدك تفكيرك الواضح علشان تعرف تنتهي من موضوع انت كنت بتفكر فيه بنجاح اكتر. حتى في حياتك الخاصة هتتضح كل الشكوك اللي كانت عندك. انت النهارده قادر علشان تجتاز صعوبات كتيرة كنت بتتحاشاها قبل كده، وبناء عليه هيصلك رد ايجابي على الطريقة اللي انت تعاملت بيها مع كل الامور في الفترة دي. بالنسبة لي توقعات العشرية التانية مواليد 1 يونيو ل 11 يونيو، طاقتك هتعتبر معادية لكل الأشخاص اللي حواليك. الوقت يعتبر مناسب جدا لو حبيت انك تنفذ أفكار جديدة. القرارات اللي انت كنت بتأجلها من فترة، الوقت النهاردة يعتبر مناسب جدا علشان تنفذها. على الرغم من ان طاقتك لازم تبقى بتتصرف فيها بتسرع أكتر، وانك تبقى على درية بكل الأمور وكل العواقب اللي بتعتبر في أفعالك وفي الأمور اللي بتعتبر فيها عناية أكتر في اليوم ده، ومفروض انك تاخد فيها تركيز بشكل واضح. بالنسبة ليك يا جوزاء النهاردة، توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 يونيو ل 20 يونيو. لازم تبقى بتتبنى مسؤوليات كبيرة في اليوم ده. مهما كانت النهاردة المغريات عندك، بنصحك انك ما تبقاش متسرع. لازم تبقى بتركز على كل الامور اللي بتعتبر مهمة جدا بالنسبة ليك في اليوم ده، علشان ما تعرضش نفسك لأي نوع من أنواع الخطر اللي ممكن يضغي عليك بشكل واضح ويسيطر عليك. حتى لو قررت انك تواجه الأمور بشكل جديد، بنصحك انك تبقى منفتح أكتر وتحاول تطلب المساعدة من الأشخاص اللي حواليك. ده مش عيب خالص، بالعكس ده ممكن يديلك تجربة هتبقى بتفيدك أكتر عن حياتك لقدام علشان تنجح وتبقى نجاحك ضمنه 100%. حتى لو كنت بتركز طاقتك بالطريقة دي، ما تشتتهاش بالمشكلات اللي مش بتخصك، يعني ما تتدخلش في مشاكل ملكش دعوة بيها.